সালামু আলাইকুম ও প্রিয় দর্শক আজকে আমরা শিখব কীভাবে জুমার নামাজ আদায় করতে হয় আমরা যখন জুমার নামাজ আদায় করতে মসজিদে যাব মসজিদে প্রবেশ করার পরে বসার আগে দুই রাকাত দখলুল মসজিদ এবং দুই রাকাত তাইহাতুল অজু নফল নামাজ আদায় করে নিব অতপর চার রাকাত কাবলাল জুমা সুনত নামাজ আদায় করে নিব অতপর বসে বসে তাজবি পাঠ করব এবং ইমাম সাহেব কোরআন এবং হাদিস থেকে যে আলোচনা করবেন তা আমরা মনোযোগ সহকার শ্রবণ প্রিয় প্রিয়দর্শক এরপর মোয়াজ্জিন সানি আজান দিবেন আমরা আজান মনোযোগ দিয়ে শুনব এরপরে ইমাম সাহেব আরবিতে দুইটি খুদবা দিবেন আমরা খুদ্া মনোযোগ সহকারে শুনব কেননা শোনা ওয়াজিব আজীব দর্শক তারপর ইমাম সাহেব জুমার দুই রাকাত নামাজ আদায় করবেন এবং আমরা ইমাম সাহেবের পিছনে কিভাবে জুমাহার নামাজ আদায় করব। আসুন ভিডিও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেখে নেই আমি ক্যাবলামখি হইয়া এই ইমামের পিছনে জুমার দুই রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করিতেছি وتعالى جدك ولا اله غيرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقدوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لالاف قريش الافهم رحله الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سمي الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر، ربي اغفر لي وارحمني، الله أكبر. سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقدوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمي الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر رب اغفر لي وارحمني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا على إباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله